قال وقال عبد الله بن مسلمه عن مالك عن هشام بن عروه عن ابيه عن عائشه رضي الله عنها قالت كان عندي امراه من بني اسد فدخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال من هذه قلت فلانه لا تنام بالليل فذكر من صلاتها فقال مه عليكم ما تطيقون من الاعمال فان الله لا يمل حتى تملوا